السلام عليكم. احنا الان متواجدين بمنطقة حي الكوفة الثانية، هي واحدة من المناطق اللي استهدفها فريق الجهد الهندسي والخدم الحكومي اللي أسسه رئيس الوزراء، وهذه المنطقة محرومة من جميع الخدمات. كل هذه الأعمال تتم بإشراف فنيين ومهندسين ذو اختصاص وبمتابعة ميدانية ومستمرة من مسؤول الجهد الخدمي السيد أحمد عباس المالكي. أعمالنا مستمرة في إكساء الأزقة في منطقة حي الكوفة الثانية ومن فريق الجهد الخدمي والهندسة المشكل من قبل رئيس الوزراء، حيث بعد إتمام أعمال البنى التحتية المتمثلة بمدى أنابيب مياه صرف الصحة وكذلك الماء الصالح للشرب و20 أعمال إكساء لثمانية أزقة بمساحة إكساء بلغت 7000 متر مربع.